أبو عمر المصري في جزء من المسلسل له علاقة بالتدريبات القاسية اللي بياخدوها اللي بيروحوا المعسكرات سواء في أفغانستان أو في قبل كده كان في بلدان أخرى والسودان وعمره مشكلة أيا كان في التدريب اللي بياخدوها في المعسكرات اللي في الدول اللي بتحتضنهم وعملتوا يعني كان شكلكم بتتدربوا بجد. احنا متنا مش بنتدرب بجد. بتتكلم بجد؟ والله ده يعني هو كان التمرين حقيقي يعني التمرين حقيقي. وعايز اشكر الناس اللي كانت معانا وبتدربنا لانه يعني احنا وصلنا لمرحله التعب الجسدي اوفر والحركات لازم نعملها ستيب باي ستيب. ودايما عايز اقول لي يلا كان شكلكم انتوا اتنين يعني بجد يعني التدريبات كانت صعبه. كانت صعبه. كنتوا بتصور في الحزام الاخضر؟ في الحزام الاخضر نعم. على اساس انه ده يعني بلد. وانا نفسي اشكر هنا يعني حد برضو يعني انا عايز اشكر كل الناس اللي خلف الكاميرا. عايز اشكر الاستاذه نانسي والكرو بتاعها الجميل جدا للصوره الجميله دي. وحابب اشكر مهندسه الديكور الرائعه اللي اشتغلت على تفاصيل مهمه جدا في المسلسل انه احنا حسينا بجد احنا في معسكر للارهابيين بجد بكل تفاصيل. والقائد القادم من باكستان نعم. ويعني والتفاصيل دي متاخده من الروايه بقى مباشره يعني من دي الرواية. زي ما الروايه بتقول ما نعم. فيهاش تصرف يعني نعم نعم من الروايه. ولكن انا اسف احنا في العمل شلنا الحاجات اللي ممكن تسيء لاي بلد في الوطن العربي. يعني خلينا بشكل عام ما حددناش اماكن مفهوم. وكنت متابعة الأزمة اللي حصلت وإنه السودان قدمت شكوى لأنه الرواية النص الأصلي كان ده مكتوب فيها قدموا شكوى للمجلس الأعلى للإعلام بس ما كان لازم يستنوا شوية يشوف. كنت متابعة المشكلة بس خليني أقول إنه الإرهاب طلنا جميعا الناس. التطرف الفكري بقى موجود في العالم كله مش بس في العالم العربي والإسلامي. يعني قصدي المسألة ما أصبحت تطورت عن كونها سبة بقت الهم طايلني وطايلك. صح. يعني تابعت المشكلة بس أنا متفهمة جدا دراما الرواية وقادر أفهم إن فيها جزء كبير أحداث حصلت يعني أو شبه حصلت. صح. حاجة كده يعني. لا الحمد لله إحنا بعدنا عن الحاجات دي لأنه إحنا اتكلمنا زي ما حضرتك اتكلمتي في العموم. هو طلنا كلنا الإرهاب في لحظات ضعف أو غيره في شباب راحت ووعيت بعد ما راحت ومش قادرة ترجع للأسف. واتضحك عليهم وإن شاء الله أنه يكون دبان معانا يعني. منذر إحنا أنت قارئ للتاريخ ولا بس مؤدي لأدوار تاريخية؟ لا لما أدي شخصية لا حكون قارئ للتاريخ تماما. مثلا لما عملت شخصية الأمين والمأمون الأمين ابن هارون رشيد ده كان مسلسل يعني كنت قارئ قطر ابن الفجاء اللي مثلته دلوقتي اللي كان بسموه أمير الموت. برضو يعني مثلا بص قد إيه هو بيكلم نفسه عن الموت. يعني بيقول قصيدة أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي. كلام فلسفي. كلام فلسفي كبير. منذر يعني ما بينه وما بين السفر ساعات بس عايز اختم اللقاء ده بحاجتين. واحد ان انت لازم تدوق الكحك المصري كحك العيد. معرفش مختلف عن كحكوكو اللي في الاردن ولا لا. كحك بسمسم معرفش بتعمله ازاي. بسمسم برضه. الحاجه الثانيه انا سمعت خير اللهم اجعله خير ان انت بتغني. لا صوتي والله عايز اقول لك انا استغربت. انا لما قالوا لي بغني قلت لهم منذر انا شفتك بتعمل اهازيج ماشي تقول اهازيج كده يعني بدويه بتاع انما تغني دي كانت صدمه بالنسبه لي. لا دي كارثه. الناس هتروح حرام. لا يعني الحمد لله انا كان السؤال سليم يعني
بص يا منذر، انا مش عارفه اشكرك ازاي على تمثيلك، مش عارفه اشكرك ازاي انك ما بتغنيش. ايوه حتى في لجنه الـ لما قبلوني في الجامعه قالوا لي غني، شافوا التمثيل تمام. قلت لهم عشان خاطري. الحمد لله الحمد لله. منذر احنا انت تستاهل كحكه بسكر على ادائك لدور حسين، وبحملك سلام كبير جدا لاسرتك الصغيره في عمان ولكل اهالينا واخواتنا في الاردن لما توصل هناك. وان شاء الله بتشرفونا انتوا في الاردن ان شاء الله. كل سنه وانت طيب.